هي مشكلة التصدير أنه ليس بعيدا عن المنتجات الزراعية الحقيقة، ولكن مشكلة التصدير بالنسبة للصناعة أنه ليس هناك منتج أستطيع أن أصدره، ولا قصة المشاكل بتاعت السوق؟ لا لا، المنتج موجود، المنتج المصري. انا بتكلم على افريقيا دلوقتي عشان انا بركز في افريقيا الفتره دي. المنتج المصري موجود وموجود ومطلوب في كل الدول الافريقيه، ما فيش فيه مشكله خالص. ولكن الحمد لله عملوا المبادره بتاع 80 او 80% مسانده تصديريه للشحن لافريقيا. المهم كمان انها تنفذ على ارض الواقع، لان لو تنفذت بعد سنه او المصدر خد فلوسه بعد سنه مش هيعتبرها في التكلفه بتاعته، انما لو خدها بعد شهر هيقول لك خلاص يبقى المره الجايه هيصدر هيبقى اكثر منافسه، لانه عارف ان هياخد 80% من ثمن الشحن مثلا. فهي كلها حاجات بقى اجراءات، عارفه حضرتك عاوزه ان ننفذها على ارض الواقع فعلا. الاجراءات يعني الشيطان يكمن في التفاصيل، يعني هي فكره بالضبط. الاجراءات البسيطه هي كلها كده بقى، ده اللي عاوز اقول لحضرتك. هي فعلا كده التفاصيل، الخطوط العامه العريضه كلها ممتازه، بس ازاي بقى ننفذها هو ده الموضوع الثاني. لازم يبقى في تفاعل ما بين الحكومه والقطاع الخاص. ما ينفعش، لازم يشتغلوا مع بعض، لازم ياخدوا اراء بعض. ما ينفعش الحكومه تشتغل من غير ما تاخد راي القطاع الخاص فيما يتعلق بالتصدير لافريقيا او غير افريقيا، فيما يتعلق بالصناعه. لازم يبقى في لجان مشتركه مستمره على طول، يبقى في تواصل بين الاثنين.